ولي 25 سنة 20 سنة وأنا شغالة بالصنعة دي. اشتغلت كثير ولا ما اشتغلتش كثير، وآخر النهاية لما بلم عجزة ما هي. ولا 65 ولا 70 انت مواليد 65 يا عم؟ مش مواليد انا، اسقطك ايه؟ بلم عجزة وادي الفرشي وجميع الناس شفتي. من عمر بنتي، من عمر هذا 42 سنة، من يوم أبوها ما مات وأنا لابسها. تقولي لي البسي خلق مرة، حزعل منيك. تفضل يا غالي، بس لحالك. اشتغلت طوب للجبانة، للقبور اللي موت أطلوا قلبين، واشتغلت قروانة، واشتغلت حصيد، وفي الجناين برضه حزقت في الجناين في العنب. ما خليتش ولا حاجة، كله عشان الشرف، عشان ما حدش يذلني ولا يذل بنتي. سعدي بس لحالك. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ينور عليك يا غالي. يما ربتها جدتها، وانا كنت اطلب اشتغل. لما كنت اشتغل كانت جدتها تحدد على ابوها، هي تقول يا ابا يا ابا يا والله يا شيخ هذه من الشغل. قول لي يا ابا تخلع بنيتي يا امي، ليه تخليها تبكي؟ بس انا امه وانا ابوها، تعالي انا امك وانا ابوك. فين بابا؟ اقول لك في السودان ابوك جاي. يا ما لمحت مراكبني، كنت المح في الشوارع في القهاوي منه ومنه ومنه. قبضوني الجماعه هنوم بالمباحث، ودون المحكمة القديمة راحت لفت وجتني إشارة. دفعت كاب، دفعت 10.5 جنيه غرامة. راح جماعة الموظفين الله يسترهم، وأنا طالع راح دفع حالي تاني. كانت شل القروانة وفي راجل عكسها، بس كانت في سباعة يعني، راح ضربت برجالي في ركبتي. السلام عليكم. ليك وحشة لما غيبة. لحت أنا ما رقيتش عم ولا خال ولا أخ ولا أي حد، رقيتهاش غير هي. شرف لي كبير إن لقيتها زي كده يعني، ربتني وربت أولادي. نفسك في إيه؟ أزور النبي، أزور الرسول وأموت أنا زي ما ريحت ودي. أزور النبي، أزور النبي. لمشاهدة المزيد من قصة إنسان اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس، وإذا عجبكم الفيديو شاركوا الرابط مع أصدقائكم واكتبوا لنا آراءكم. وإذا كانت لديكم قصص تودون مشاهدتها على قناتنا أخبرونا عنها في التعليقات.